FM. الكل ملك. التحق بنا سي محمد الترابلسي ممثل قائمة الإقلاع بتكلسة مطرح حكي للدائرة البلدية تكلسة. سيدي أهلا وسهلا. مرحبا بكم سيدي, شكرا على الاستضافة. مرحبا. في البداية قد مساعدتكم للسادة الناخبين في تكلسة من بعد بقية أعضاء القائمة بشكل عام. محمد الترابلسي رئيس القائمة, مهندس رئيس ومتقاعد من وزارة التدريس في خطة مدير إدارة مركزية, والوقت الحاضر رئيس إدارة أو بالأحرى معناها رئيس الشركة للدراسات وضبط المشاريع بتونس. قائمة مستقلة تضم 95% منها كلهم شباب, متريزار المستوى باكالوريا أقل مستوى, إلا واحد بركي هو ممثل قطاع الفلاحين وهو اخترناه من قطاع الفلاح. وبالتالي بكل ما القائمة ركزناها على الشباب بصفة خاصة. نقطة القوة المفترضة بالنسبة لكم للقائمة هذه شنو يميز قائمتكم؟ قائمتنا كما قلت تعتمد أولا على الكفاءة متاعي وخبرتي, كنت معناها مدير دراسات بوزارة التدريس ومدير معناها التنفيذ عديد من البرامج بتاع المشاريع الوطنية حسب الأهداف للمركبات الجامعية المستشفيات العديد من المشاريع الوطنية. ثم الكفاءات الأخرى كلها كفاءات شبابية, ديمتريزار في عديد من المجالات الإعلامية اللي عندها أهمية باش تكون في البلدية, وكلها كفاءات شبابية قادرة باش تعطي الأفضل للبلدية. نمشيو للبرنامج الانتخابي وناخذوا خطوطه العريضة. بالنسبة لبرنامج الانتخاب متاعنا اخترنا احنا قائمة الإقلاع بتكلسة, والإقلاع ما جاتش الفكرة متاع تسمية القائمة متاعنا ما جاتش من لا شيء, بل هي لأن البلدية متاعنا تقريبا عندها 33 سنة موجودة, لكن منطقة تكلسة مازال تقريبا تراوح مكانها على مستوى التجهيزات الأساسية على مستوى البنية التحتية, معناها عديد معناها من الواحد, بينما هي عندها مقومات أنه هو تقريبا بجميع القطاعات بصفة معناها قادرين باش ننتقلوا 180 درجة بمنطقتنا هذه. الخطوط الهامة والإقلاع لأننا نحب نقلع من نقطة الصفر هذه بتكلسة بإذن الله, إذا كان أخذينا ثقة مواطنينا ونعدهم بالشيء هذا. برنامجنا يرتكز تقريبا على حول 4 مراحل رئيسية. المحور الأول إرسال منظومة الحوكمة الرشيدة, وهي إعادة هيكلة إدارة البلدية بحكم المهام الجديدة اللي جات بها المجلة. بمعنى التقنين كيفاش يكون تدعيم الإدارة أولا تأهيلها وإعادة هيكلتها, وذلك دعمها بالكفاءة البشرية والإمكانيات المادية اللازمة لأداء مهام في أحسن الظروف, لأن باش تنجم تقدم وتنفذ برامج لازم يكون معك إدارة مهيكلة وفيها حتى إمكانية ترسك بالنسبة للأعوان, إذا كان ثم تكوين مستمر لازم نقوم به الأعوان الموجودين. ثم تدعيمها لازم تدعيم بالكفاءة سواء كان معها البشرية حسب المهام الجديدة اللي جت بها المجلة اللي ما زال تنقور حتى يتم وهي تو في صدر المصادقة المصادقة عليها. النقطة الثانية هي إرسال منظومة الجودة الجودة في عمل البلدية قصد تسريف الخدمات للمواطنين وضمن حس تنفيذ المشاريع. إذا كان ما تكونش منظومة جودة سيرتيفيكاسيون إيزو معناها في عديد من البحر, وهذا قادرين عليه بحكم كما قلت وجود كفاءات شبابية معناها عندها معناها قادرة وعندها كفاءات علمية فيها هذه. فبالتالي معناها مش نعمل على رقمنة البلدية لتسريع الخدمات واحد يقول. كذلك مش نعمل على ضبط دراسة استراتيجية واضحة المعامل. المشكل في بلدية تكلسة كون تجي مشاريع بتاع التلبية بتاع بعض الحاجيات اللي يضغطوا بعض المواطنين البلدية تلبي لهم الحاجة هذيك, فإذا ماش خطة استراتيجية واضحة في المشاريع, فبالتالي مش نعمل على ضبط دراسة استراتيجية واضحة للمعالم والأهداف يتم اعتمادها عند إعداد البرامج والمشاريع. تكون ثم مخططات معناها واحد الكل خريطة طريق بالضبط. كذلك إرسال قاعدة تشارك المواطنين والمنظمات الوطني والمجتمع المدني عند إعداد البرامج واتخاذ القرارات. هذه معناها شيء أساسي, فبالتالي العمل مع القاعدة
والمشاريع مش تكون مدروسه مع حاجيه المواطنين، مش ندرسها معهم ونشاركوهم، وخاصه المنظمات احنا يدينا مش تكون مفتوحه جدا لكل المنظمات الوطنيه المتواجده والمجتمع المدني المتواجدين في تكلس. هذه في النقطه الاولى هي ارسال منظومه الحكومه. النقطه الثانيه والمجال الثاني هو العنايه بالخدمات، والخدمات هذه تعتمد معناها ما عندناش حتى مركب اداري موجود متواجد في بلديه تكلس، فبالتالي لابد من بعث مركب اداري متكامل يقرب الخدمات للمواطنين ويكون فيه فرق. نحكيو على دائره انتخاب دائره بلديه عفوا، ولا نحكيو على بقيه الخدمات اللي هي عندها علاقه بادارات اخرى؟ افكتيمون هذه دائره مركب اداري يكون يجزي الخدمات الى جانب البلديه، مثل فروع بنكيه، فروع لشركه الكهرباء والغاز وتوزيع المياه. طيب المواطن في البلديه عندها عقارات نجم تمكن عندها عقارات وعندنا منها مركز تجاري في وسط البلاد، لكن مش مستغل تماما، معناها مستغل معناها استغلال سطحي نجم نقولوا واحد. المجال الثاني هذا في الخدمة، المجال الثاني هو في السكن، عندنا مشاكل كبيرة في السكن، فبالتالي لابد من العمل على بعث مقاسم جديدة مهيئة وبناء مساكن اجتماعية، وعندنا تقسيم المساكن الاجتماعية، وبرنامج هذا متعطل تقريبا 3 سنين اللي انطلق برنامج المساكن الاجتماعية، والبرنامج تاع السكن الاجتماعي هو كنت أنا المدير مخطط ليه في وزارة التجهيز واللي قاعدين ينفذوا فيه التو. ولكن هذا البلدية هي همزة توصل فيه. لا همزة توصل لكن بحكم مهام جديدة فاللي هي تشرف على الأشياء هذه، فبالتالي احنا دخلناه في المنظومة بتاعنا واحد الكل. كذلك العمل على تسويت البضايع العقارية، العديد من المقاسم اللي تفرقت، وأنا كنت مسؤول في إدارة التجهيز من 76 ل 82 بنابل، وقعت تقاسيم على يدي هذا التقاسيم، ولكن تفوتوا في المواطنين، ولكن الوقت الحاضر الوضعية العقارية ما تسويتش، فبالتالي لابد نعمل عمل على تسويت الوضعية. كذلك تحيين وإعادة وإعداد أمثلة التهيئة العمرانية لكل القرى، القرى نتاعنا قاعدة تتوسع بصفة عشوائية، لابد من تنظيمها. العمل الإنجاز مؤشرية تهذيب القرى بالتعاون مع الوكالة الوطنية للتهذيب والتجديد العمراني افيك لاري، وعندنا إمكانية منها وثم مثال به في بدارة عمل لكن هو منقوص، ونتمنوا من الوكالة باش التهذيب تزيد كامله. هذا المجال بالطبع هذا المجال اللي يهم السكن. المجال الآخر هو الصحة. الصحة هو التسريب بإدراج تكلسة كدائرة صحية مستقلة إداريا ومالية. الوقت الحاضر قاعدين نتبعوا سليمان وما عندناش معناها الاستقلاليه في اداره الشان الصحي. هذا بالطبيعه باش تطلبوا من وزاره بالطبع مع بالتشاور بالطبع مع وزاره الاشراف واحد. ثم العمل على تركيز قسم استعجالي مدعم بسيارات اسعاف، والعمل على بعض فرع الحمايه المدنيه تكلسة. خلينا نفهموا الموضوع بالنسبه للاستعجالي هذا وغيره، هذا باش تطلبوا انتم من وزاره الصحه كونه هذه ضروره في تكلسة. احنا درسنا الامكانيات الموجوده والفضاء متاح، ولكن الضروره القصوى هي البارح برك ولا يمات هذه، معناها قاعدين يقعوا حوادث خاصه تكلسه وبور برانس اللي عندنا شاطئ اومارا، هو وجهه نتاع سياحه عائليه من كل تراب الجمهوريه كل يجونا، فبالتالي عندنا كثافه في حركه المرور كبيره ياسر، وعندنا عديد من الحوادث. والحوادث مؤسفة هذه وقع، نترحموا على تقريبا 3 أرواح أخيرا. أكيد نترحموا، فبالتالي لابد من التفكير في بعض قسم السهلين يكون مجهز بسيارات إسعاف وفرع الحماية المدنية. البارح دار تحرقت في بير مروة، في قلب بير مروة، بعيدة تقريبا 200 متر على البلدية، وما نجوش يقعوا إطفاء. الحماية المدنية جات من قرنبيل في وقت متأخر، والنار كلات هالدار هذه، ونسيوا أهلنا في تكلسة. أكيد على الحادثة الأليمة هذه. إذا هذا في مجال الصحة. كذلك العمل على تدعيم وتشجيع المنشآت الصحية، عندنا ديسبونسير موجودين في الأرياف، شنو نعملوا على تدعيمهم؟ بالتشاور مع الإدارة الجهوية والصحة والمصالح المعنية. المجال الآخر مجال البنية التحتية. هذا مجال مهم برشا. مهم ياسر، وعندنا إشكاليات كبيرة ياسر مطروحة في تكلسة، فبالتالي سنعمل على تطوير شبكة الطرقات والمسالك الفلاحية وتعهدها لفك العزلة عن المواطنين. عندنا بعض المناطق في تكلسة اليوم وقت صب الأمطار تلامذة، والبنايات اللي يخدموا في المعامل وحتى الموظفين يبقوا مقطوعين بثلاث ايام 4 أيام، حركه المرور ما ثمش امكانيه لها، فبالتالي مش نعمل على فك العزله لكل المواطنين بتاعنا فيها. كذلك لابد من تحيين العمل على التركيز، سامحني، الاسراع بانجاز محطه التطهير من المنطقه،
مشكل التطهير ذي مشكل عائق كبير ياسر. أغلبية القرى معناها ما عندهاش معناها قنوات تنسيق مع الديوان واحد التطهير. وكل كذلك واحد كذلك تعميم شبكة التنوير العمومي وخاصة الماء الصالح للشراب والغاز الطبيعي. بدا هو مد شبكة الغاز الطبيعي والماء الصالح للشراب، لكن بنسبة 90% احنا نحاول نرفعها الى 100%. باهي، اسمح لي سي محمد، هذه مشاريع ضخمة نرجعوا لها شوية، ولكن باش ما دامناش الوقت حبيت نفهم بالنسبة لقائمتكم ماخذة بعين الاعتبار الميزانية المرصودة للبلدية؟ واخذين اولا بعين الاعتبار الميزانية المرصودة، ولكن عندنا امكانيات نتاع تطوير مداخيل خاصة هذه باش نعمل عليه. وكانت عندي تجربة من العديد من البلديات، انا سبق لي كون شديد التجهيز بتاع نابل من 76 ل 82 لهنا قبل ما ننتقل لمهام اخرى في الوزارة. وكانت عندي تجربة كبيرة ياسر مع العديد من البلديات، منزلت ميم، قليبة، الهوارية، حمامات اصل لهنا. وعملنا على تدعيم الموارد بايجاد مشاريع. طبعا كما قلت لك السوق عندنا بارتي في العقار في وسط البلاد مش مستغل استغلال تام، فبالتالي مش نعمل على تدعيم ادخال خاصه مداخيل البلديه الجديده انعاش الميزانيه بقطع النظر عن الموجود اللي هو يكتفي مكتفين تقريبا بالاداء البلدي اللي ياخذ فيه المواطنين. وعندنا اقل نسبه في الواحد هي في بلدية تاكلسة. وشنو باش تعملوا معها النسبة هذه؟ والله هذه مش تكون عمل مشترك وقاعدي وتواصل مع المواطنين، لأن يلزم الثقة نتاع المواطن ترجع للبلدية، وباش ترجع هذه بتفصيلها الخدمات بإيجاد خدمات حلين مشكل التطهير اللي نهار كل يخرج ولي صغير يلقى روحه في المياه المستعملة. معناها المواطن مش قاعد يحس ثم بلدية قاعدة تخدم فيه. فبالتالي لابد من ايجاد شراكه مع المواطن، الخدمه مقابل الاداء والاداء مقابل الخدمه. فبالتالي هذا مش دونك مازالوا عندنا ثلاثة دقائق نكملوا في بقيه النقاط. نكملوا عندنا قطاع النقل، مش مهيكل، فبالتالي مش نعمل على هيكلته واعاده تنظيم قطاع النقل العمومي والخاص لضمان حسن النقل للمواطنين. تمام، مش هنا على المحطات المحطات ولا حتى شركه الشركه الجهويه للنقل. معناها شو نجموا نعملوا معها شركه؟ الشركه الجهويه مش نعملوا عقد شراكه وتفاهم، معناها لان عديد معناها مش ننظموا نعطيوها قائمات ولا احصائيات حسب قدرتها هي على التغطيه وحسب الحاجيات الحقيقيه. بالطبع انا مش نطلب شركه الجهويه للنقل باش تعمل خط وما يكونش فيه معناها فيه مردوديه. بالطبع هذا مش يكون بتشاور وتنسيق مع الاداره الجهويه. ثم خاصه العنايه بنقل التلاميذ والعمله، النقل المدرسي معناها والعمله. عن عديد من العمله اللي يخدموا في مناطق بعيده في قرنبالي، في ميخلاد، في المنزل، معناها يقوموا الصباح ويروحوا الليل وما عندهمش وسائل النقل اللي تفي بالحاجه. كذلك المرضى، حتى المرضى معناها يلقاو صعوبات معناها كبيره ياسر في التنقل لإنجاز المهام تاعهم واحد الكل. النقطه الاخيره هي في برنامج الخدمات، هي في البيئه، في نعمل على تحسين خدمات النظافه وتطوير الاسطول الخاص بها والتسريع بانجاز وحده متطوره معالجه النفايات. تو ثم في اعز بقعه في الخطوط هذه نقطتنا الاخيره، ما زلت دقيقه سي محمد، لو كان عندك مضيفه او كلمه الختام ومساج لك انت من استقرار في المجال النهوض بالمجال الاقتصادي. معناها عندنا المنطقه الصناعيه مش نسرع بتهيئتها وبعث مشاريع مشغله وغير ملوثه للبيئه. ثم بعث سوق جمله، لابد من بعث سوق جمله منطقتنا فلاحيه بالاساس، وما هذه مش يكون عندها دخل كبير للبلديه. بعد سوق جمله وسوق الحبوب والدواب، ونعملنا تخصيص فضاء منظم لسوق الاسبوع، سوق الاسبوع عشوائي واحد. شكرا ليك سي محمد الطرابلسي، ممثل قائمه الاقلاع بتكلسة المترشحه للدائره البلديه تكلسة، مشكور. كاب اف ام الكلمه ليك.